سلام. اليوم رح نعمل مع بعضنا وصفة إيطالية. رح نعمل مع بعضنا معجون الزيتون الأسود للطلي للمملحات، كما نقوله تابوناد ولا تابونادا. الوصفة تاعنا سهلة نشوفه وسريعة، كما نقوله نشوفه طريقة تحضير الوصفة تاعنا والمقادير. نبدأ ونقوله بسم الله. أول حاجة كما قاعدين تشوفوا هنايا عندي الكبار ولا لي كابخ، هنا عندي لي زانشوا، هنايا عندي هنايا ملح، ثوم فص ثوم صغير، هنا عندي 150 زيتون، 150 غرام زيتون اسود، هنا منزوع منه العظم تاعه ولا كما تشوفوا نتوما، وعندي هنايا فنجال زيت زيتونه. نبدا نقص نساعد لاشواخ تاعي، هنا اللي عندها لاشواخ تاعها مليح ولا كيما نقولوا الرحايه ولا الكبه تاعها ترحيف مليح، تستعمل الكعب كيما راهم تحطهم كيما راهم. انا قسمت معاكم طريقه الوصفه تاعي اللي قاعد نعمل فيها. كيما تشوفوا هنايا نزيد نكمل هنايا الزيتون. انا الزيتون تاعي مش مالح كيما قاعدين تشوفوا، علاه استعملت الملح. انا الزيتون تاعها المالح ما تستعملش الملح تماما، تنحي الملح. هنا عندي كيما نقولوا لي زونشوا ولا لانشوغا مالحه مع الزيتون، كيعود مالح الطعم ما يكونش يعني مليح، يكون مالح ياسر. هنايا بما انه الزيتون تاعي مش مالح زدت الملح، والملح تاعي كما تشوفوا هنايا الملح تاعي ما يقرش، وانا حطيت كميه قليله خلاص يعني كميه قليله جدا. هنا الفنجال تاع زيت زيتونه، هنايا انا حطيت شويه لاول مره كما قاعدين تشوفوا، ونبدا نرحي ونزيد باقي زيت زيتونه تاعي بالطريقه هذه. ان شاء الله الفكره تكون واضحه وصلت لكم. طريقه بسيطه وسهله، يعني ما فيهاش حاجه صعيبه. كما قلت لكم الملح يعني أداية حسب الذوق، للي ذقتي المعجون تاعك وجا مالح ما تزيديش الملح، تكوني راضية على الطعم. الوصفة تاعنا كيما تشوفوا هاي واجدة بالطريقة هادي، وده هو القوام تاعها كيما قاعدين تشوفوا. هنايا انايا نقدر نحتفظ بها في الثلاجة من اسبوع حتى 10 ايام، يعني ما تبقاش، وديروا كمية صغيرة. نحط في برطمان ولا بلارة كيما نقولوا هنايا قزاز ولا علبة، ونحط فوق منها زيت زيتونة بما يدخلهاش الهواء ونغطيها مليح. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم، ونقول لكم نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. وما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة، ونقول لكم سلام.